السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير. المهم اليوم غنحضر معكم واحد السيرو ديال الرمان، كيجي زوين، كيمكن لك تسقي به البسبوسة او الكاطو ولا كيك، اي حاجه كتسقى بلاصتك السيرو العادي اللي كنستعملو غير الماء والسكر. المهم غادي نحتاجو واحد 7 الحبات ديال الرمان، كنقشروهم وكنديروهم في ماكينة العصير باش نطحنوهم ونضيفو عليهم واحد نص سيترو ديال الماء. إذا ما كانش عندكم 7 الحبات يمكن لكم تكتفي غير بداكشي اللي عندكم، 2 حبات 3 والكمية ديال الماء تكون قليلة ما تكونش كثيرة. صافي، بعد ما درنا الرمان نضيفو عليه واحد نص سيترو ديال الماء، نصف لتر ديال الماء، صافي غادي نطحنوا كلشي، نطحنوا داك السيترو ديال الماء مع داك الرمان حتى كيطحنوا مزيان، طحنوهم مزيان. هذا كيمكن لك تخرجي منه تاع عصير كتصفيه وتشربيه مزيان، واش تزيدي معاه شويه سكر بلاش اصلا الرمان تيكون حلو. الرمان عنده بزاف ديال المنافع ديالو زوينه للصحه ديالنا. المهم من بعد ما تحلينا الرمان غادي نصفيوه، نخرجو منو داك العظيمات اللي فيه، نحيدوهم ونخليو غير داك العصير ديالو. كما شفتوا معايا العصير ديالنا هو هذا، كما شفتوا كيجي على هذا الشكل. هذا كنزيدو عليه واحد 2 كيسان ديال السنيده، 2 كيسان علبه ديال السنيده، نزيد الكاس الثاني ونخلطو مزيان تتجانس لينا السنيده مع ما تبقاش تبان لينا السنيده في داك العصير، ونزيدو واحد عصير حامضه. نحركو مزيان تذوب لينا السنيده.
بعد غادي نصفيو داك العصير من داك الرغوه اللي كتكون لينا الفوق، غنحيدوها باش ما تبرزطناش ملي نديرو فوق البوطه، حيت مازال غتطلق لينا الرغوه ملي غنحطو فوق البوطه. المهم داك من احسن نحيدو داك الرغوه اللي كتكون فوق كامله كما شفتو معايا، حيدتها كامله. من بعد غنديرها فوق الكاسرونه، من بعد نحطها في فوق البوطه تطبخ. المهم نشعلو على البوطه ونديرو في الكاسرونه ديالنا اللي فيها داك السيرو تطبخ لينا. كما شفتوا معايا غادي نبقاو نحركو مزيان من بعد ما يطبخ لينا السيرو على هذا الشكل. هذا غنبداو نحيدو داك الرغوه او الكشكوشه اللي كتكون فوق السيرو، كنحيدوها كامله وكنخليو غير السيرو. هاد السيرو كيجي زوين، يمكن ليكم تسقيو به كما قلت لكم الكيك ولا بسبوسه ولا شي حلوه كتسقى بلاصه داك الماء والسكر. هاد السيرو كيجي زوين بلاصه الماء والسكر. صافي من بعد ملي كيوجد لينا كنخليوه حتى كيبرد ونديروه في القراعي. كما شفتوا انا درت واحد قليل من السيرو في الماء غير باش نوريكم. من نتوما ملي تبغيو تسقيو الكاطو ديالكم او الكيك ما ديروا لا ما لا حتى شي حاجه، كتخليوه كيف ما هو كونسونطري، كتخليوه كيف ما هو كتسقيو به الكاطو ديالكم. ومن احسن ديروه في الثلاجه باش يبقى لكم مده طويله وما يوقع ليه حتى شي حاجه، من الاحسن يكون في الثلاجه. كما شفتوا معايا غندير شويه ديال السيرو في هذا، كيجي على هذا الشكل. هذا انا ما كثرتش، بغيت انا باش نوريكم. من نتوما ما ديروا لا ما لا حتى شي حاجه، تخليوه كيف ما هو وتسقيو الكاطو ديالكم او البسبوسه او الكيك تسقيوه بهاد التكستور ديالو، زعما ما تزيدوا عليه لا ما لا حتى شي حاجه. نتمنى الفيديو يعجبكم ونتمنى لكم فرجه ممتعه. سلامه.